الحال احنا رح ننتقل الى مدينة الثلج بامتياز. لما بيقولوا في ثلج اول شيء يعني بتثلج على عجلون او بتسكر احيانا. مدينة الثلج وابناء الثلج ابناء عجلون. صباح الخير محمد القضاء مراسلنا ومندوب التلفزيون الاردني في طلع. يعني صباح الخير صباح محمد الخير. يعطيك العافية. شو هالأجواء هاي يعني الباردة القارصة والجميلة بنفس الوقت محمد دائما بالتلفزيون. صباح الخير سمر. صباح الخير ألكساندرا. الله يعطيكم العافية زملائي في البرنامج الشهير برنامج يوم جديد. الله يعطيكم العافية جميعا. طبعا احنا يعني تمكنا من الوصول بصعوبة بسبب المواصلات، لكن الآن كافة الطرق فاتحة بمحافظة سالكة بمحافظة عجلون الرئيسية والفرعية، طبعا بفضل جهود كافة الأجهزة الرسمية بمحافظة عجلون من خلال متابعة غرفة العمليات. الأجواء الآن ضبابية، ثلوج، ارتفاعات متفاوتة 7 سنتي 10 سنتي بحسب يعني الارتفاعات. الثلوج طالت العديد من المناطق المرتفعة في محافظة عجلون، وبصراحة يعني توقعات كانت قريبة. في هناك مناطق لم نكن نتوقع أن يسقط عليها ثلوج، لكن تساقطت الثلوج بعد الساعة 12 ليلا بعد منتصف الليل، وكانت تتساقط بغزارة، لكن تبعها أمطار غزيرة، وهناك ضباب يلف في المنطقة بشكل واضح ولافت كما تشاهدون على الشاشة. طبعا نتوقع هذا اليوم أن تكون هناك أجواء جميلة جدا وسياحة نشطة باتجاه محافظة عجلون للاستمتاع بمناظر الثلوج التي تغطي الغابات الخضراء الجميلة كما تعلمون، وبفضل الله طبعا هذا كله بفضل وبرزق من الله كما قال سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. الأستاذ محمد القضاء وهو مندوبنا في محافظة عجلون، إحنا تعودنا دائما تعطونا هذه الرسائل البيضاء من عجلون. نعم. اليوم توقعوا يجي عندكم أهل إربد وأهل جراش. نعم. هي يتفرجوا على الثلج. غيرنا يا مرحبا يا مرحبا بالجميع. نعم من الأجواء بعجلون. يا مرحبا الله يا مرحبا بالجميع. منعرف قدي أهل عجلون كلهم طيبة، كلهم كرم، كلهم لطف، وتعودوا هم أكثر ناس بجوز تعودوا على موضوع الثلج هم أهل عجلون. شكرا محمد القضاء، وسلم لنا على الشاب اللي لابس الحرام وراك ماخذ البطانية وطالع. ويعطيك ألف عافية على فكرة. نعم. على فكرة بدأ يعني نعم الله يعطيك العافية جميعا. يعني اسمحوا لي رح نتواصل معاكم بعد قليل من منطقة أخرى إذا سمحت. تمام. إذن يعطيكم العافية بهالأجواء الباردة، عم تطلعون على كل التفاصيل.